مساء الخير، أنا ميسون الشهين وهذه جولة سريعة من داخل موقع شبكات 964. افتتحت جمعية موهوبات واسط بازاراً في مول السير ويليام المطل على سدة الكوت، إذ قدمت 25 فتاة أعمالاً يدوية ولوحات ومنحوتات مختلفة إلى جانب أطعمة شعبية ومعرض للكتاب. يفترش أصحاب السلع المستعملة وباعة الطيور في الفاو أحد شوارع المدينة لبيعها بأسعار متواضعة، ويطالبون بتحويل ساحة احتفالات الحرب إلى موقع لسوق الجمعة. أقام شيخ عشيرة الزند الكردية في داقوق وليمة على شرف لاعبي نادي الجرمة خلال تواجدهم في كركوك لخوض مباراة، كنوع من رد الجميل لأهالي الأنبار لضيافتهم عوائل كردية نزحت قبل العام 2003. مع انخفاض منسوب مياه الفرات، بدأت مديرية ماء هيت برفع 20 تجاوزاً على الأنابيب المغذية لمناطق القضاء، ويقول سكان من عدة مناطق في هيت إن مياه الإسالة تصلهم بالتنقيط. أمهل أهالي منطقة أبواوية في ريف المشخاب بالنجف السلطات 48 ساعة لحل مشكلة المياه بعد جفاف شط دبينية بالكامل، ويشكو الأهالي نفوق مواشيهم وتوقف أنشطتهم الزراعية. تشهد محال وبسطات بيع السمك الحي والمسبوق في بعقوبة ركوداً غير مسبوق، ويعزو الباعة الأمر لارتفاع سعر الأسماك من مصدرها، وارتفع سعر كيلو الكارب مثلاً إلى 10,000 بعد أن كان ب5,000 فقط. يفضل سكان الموصل القديمة سمك السمت والجري من بين عدة أصناف يوفرها سوق الميدان، إذ يسجلان النسبة الأكبر من المبيعات لوفرة الصيد وتسويق كميات كبيرة من الجنوب. 964 تجولت كذلك داخل مزاد الأسماك في مرسى النقعة أقصى جنوب الفاو، ونشرت قائمة بأسعار السمك التي تشهد استقراراً منذ أسبوع. سرق شاب من النعمانية الأضواء بموهبته في تزيين عشب حديقة منزله بشعارات لأندية وشركات ومجسمات مختلفة في مبادرة تدعو إلى الاهتمام بالزراعة والحدائق. تمكن جاسم الحداد في تل العفر غربي نينوى من صناعة سيارة جيب عبر تجميع قطع من خردة السيارات القديمة، ونجح جاسم بقيادة سيارته بسرعة 120 كيلومتر في الساعة باتجاه سنجار، لكنه يواجه مشاكل تتعلق بتسجيل مركبته. كانت هذه اختيارات المحرر للفترة النهارية، لكن تغطيتنا مستمرة ومن كل مناطق البلاد. تفضلوا بزيارة موقع 964media.com لمشاهدة العراق بصورة أوضح.